جمهورية الصين طبعا هدف طبعا في ربع نهائي كأس العالم من أمام المنتخب البلجيكي. الانطلاقة من جهة اليمين لمصلحة أوراوا، كرة عرضية تأتي ولكن بتعدي قادم تنطلق في 13 يونيو. الكرة تعود مرة أخرى على طريق الكونغولي من الكونغو الديمقراطية. هذه كرة ملعوبة إلى الأمام تعود تشينغبياو في الجهة اليمنى، لمسة أمامية عند سيدريك باكامبو. مرور جولتين حتى الآن، مرور جولتين بيجين في الصدارة، وهذه كرة الكرة بتعدي عرضية رائعة من جانب ريناتو. بيجين كوان بهدفين دون رد على أرضية هذا الملعب على في عام 2007، في العام الذي حصل فيه أوراوا ريدز دايموند جانبية على طريق الجهة اليسرى، بل يلعب في أغسطس مع بداية الموسم بالنسبة لغرب القارة. هذه كرة في الصين بالنسبة لريناتو أوغوستو، 31 سنة للاعب ليفر. مرة أخرى كرة في الجهة اليمنى، تغطية وتدخل يبحث عن الوصول أكيد بهذه الأسماء بهذه النجوم إلى أدوار متقدمة. ليست هي المدينة الأكبر، هذه هي العرب مدن الصين بعد مدينة شنغهاي. من خلال أول 12 دقيقة من أحداث شوط المباراة الأول، هذا هو وانغ يلعبها عرضي. تايغو الكوري الجنوبي الذي انتصر في اول جولتين، هنا كره عرضيه تاتي جولتين فريق لفت الانتباه. هنا محاوله كره بينيه تدخل، اكيد بالتاكيد فريق الزوراء لبطوله زوراء في غرب القاره في انتظار بيجين، واحد من الانديه المرشحه باللقب المحلي، لقب بطولة الموسم الماضي. كرة عرضية محاولة وصلت إلى باكامبو إلى خارج الملعب، الملعب أو المرمى مفتوح، المرمى مفتوح في اللقطة. هنا التوغل في اللقطة الأخيرة وعد حارس المرمى، يهاجم يندفع يتقدم وانغ غانغ، وانغ يلعبها عرضية والمتوفى تاتي، ولكن التصدي ثم كرة ما زالت تتهيا وتصويب. توقف الفريق الذي لا يهدى حتى الآن بجين غوان الطرف الأفضل. أسبقية الكرة في الجهة اليمنى عن طريق أندرو، عن طريق ريناتو أوغوستو، هنا باكامبو بعيدة كرة طريق للناحية اليمنى، لمسة بعد ذلك إلى الأمام، كرة إلى باكامبو، فرص تضيع بسهولة على الفريق الصيني. عرضية الكرة بالرأس تأتي وتين هنا في آسيا، بطولتين في دوري الأبطال. هنا باكامبو إلى دولييج البلجيكي سابقا، هذه الكرة أمامية محاولة جوناثان يسقط. موريتشو البرازيلي، موريتشو جوناثان، هو جوناثان، هو فييرا، جوناثان يلعب كرة، جوناثان ولكن معروف لعب في أندية مغمورة هناك في ألمانيا، كرة أصبحت الآن تستقطب المدربين الكبار. عن طريق الجهة اليمنى في انتظار العرضية، المرور يأتي ثم كرة في الجهة اليمنى عرضية الآسيوية، كرة ملعوبة أمامية، جوناثان فييرا عدى، فييرا انطلق، فييرا توغل، فييرا في الضربة الركنية ثم عرضية ملعوبة إلى القائم الأول تتخلص جوناثان فييرا والتسويق. كرة طويلة عالية إلى الأمام بالراس تتهيأ ثم دي هاي باكامبو، الكرة تعود مرة أصبح مدافع في اللقطة الماضية جوكر.